السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وازد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان الدين المعاملة. بداية أشهد الله عز وجل في عليائه أني أحبكم في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما أقول، سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي. قولوا آمين. أحبتي في الله، الدين المعاملة. المسلمون في هذا الزمان يعيشون ازدواجية لا يقبلها الإسلام. هم مسلمون في العبادات، لكنهم في المعاملات بعيدون كل البعد عما نص عليه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ليس هناك أفضلية بين البشر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان من لوازم ومن وسائل التمسك بتعاليم الإسلام وتعاليم الدين حسن التعامل مع الخلق بحسن الخلق، حسن التعامل مع الخلق بحسن الخلق. لذلك من الجملة التي اشتهرت أو العبارة التي اشتهرت على ألسنة الكثير من الناس في هذا الزمان الدين المعاملة. عاوز بداية أنوه على أمر في غاية الأهمية، الدين المعاملة، عبارة الدين المعاملة، يعتقد البعض ويعتقد الكثير بأنها حديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ليست حديثا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان معناها صحيحا، معنى العبارة صحيح، ولكنها ليست حديثا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه العبارة التي هي ليست بحديث عن نفس السلام وإن كان معناها صحيحا، يؤيدها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إنما سأل أصحابه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. عشان كده بنقول إن الصلاة مش مجرد حركات، الصلاة أيضا معاملة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة ليست ضريبة مالية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الدين ليس عبادة فحسب، بل الدين المعاملة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، لما طلب من رجل في يوم من الأيام، طلب سيدنا عمر من رجل أن يأتيه برجل يعرفه لكي يضمنه في مسألة. يعني سيدنا عمر عاوز يضمن الرجل ده في مسألة معينة، قال له: ائتني برجل يعرفك حق المعرفة. فأتى هذا الرجل برجل آخر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له سيدنا عمر: أأنت جاره الأدنى؟ قال: لا. قال له سيدنا عمر: إذن فقد رافقته في سفر؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن فلعلك أبصرته في المسجد يرفع رأسه تارة ويخفضه تارة. قال: نعم. قال: اذهب فإنك لا تعرفه، اذهب فإنك لا تعرفه. عشان كده بقول لك الدين ليس عبادة فحسب، ما أحوجنا أن نحول ديننا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين، لما سئلت عن خلق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكأن السائل الذين سألوا أم المؤمنين عائشة كأنهم ينتظرون أن يسمعوا منها جوابا وأمورا يعني جديدة لم يروها من قبل من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان خلقه؟ فأجابت رضي الله عنها أمهات المؤمنين: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف معاملتك وعبادتك فعليك بالقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، عباداته ومعاملاته وأخلاقه بالقرآن صلوات ربي وسلامه عليه.
وكأن السيدة عائشة بتوصل لنا رسالة بأن الحقيقة التي لا مهرب منها ولا محيد عنها بأن الدين المعاملة. نريد أن نعامل الخلق بحسن الخلق. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الدين المعاملة، يسعدني ويشرفني بداية أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز والمحاضر محاضر العلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية بالرواق الأزهري بجامع الأزهر الشريف، وأيضا له العديد بفضل الله تبارك وتعالى من البرامج التلفزيونية والإذاعية باللغتين العربية والإنجليزية الدعوية على العديد من وسائل الإعلام. أسأل الله أن ينفع بها أينما حل وحيث مرتحل. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الدكتور إبراهيم عاشور. أهلا دكتور إبراهيم، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك. بارك الله فيكم. ما شاء الله دكتور إبراهيم عاشور أحسبه من الصادقين المخلصين المخلصين ولو زكي الله. صاحب سمت طيب، أسلوب طيب، أسلوبه الدعوي يلامس القلوب ويدخل القلوب دون استئذان. أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت حيث مرتحل. أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجيع الجميل في تلاوة القرآن الكريم، أحسبه ممن أوتي مزمارا من مزامير آل داود، أخي الحبيب الشيخ عمار علاء. أهلا وسهلا شيخ عمار، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك وينفع بكم. شيخ عمار خلينا نبدأ معاك، واحنا بنتكلم النهارده عن الدين المعاملة، يمكن من أنسب الآيات ومن أهم الآيات اللي بتناسب حلقة النهارده واحنا بنتكلم عن الدين المعاملة، قول الله تبارك وتعالى الآية التي ذكرتها آنفا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عاوزين نسمع هذه الآيات بصوتك العذب ولتحبره لنا تحبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك ولا
تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. أحسن شيخ عمر، جميل، رائع رائع شيخ عمر، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك وينفع بكم يا رب. دكتور إبراهيم، بعد هذا الجمال هذا الصوت الرائع الذي استمعنا إليه من قول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بنتكلم النهاردة عن الدين المعاملة، وزي ما ذكر دكتور إبراهيم في المقدمة وقلت إن الصلاة مش مجرد حركات، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة مش ضريبة مالية، خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الصوم مش امتناع عن الجوع، عن الطعام والشرب حسب، من لم يدع قول الزور عمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم حظه من صيام من الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيام السهر والتعب، الحج مش سياحة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من جنوبك يوم ولدته أمه. فالدين هو المعاملة، أليس كذلك؟ كيف أولى الإسلام اهتماما بالمعاملة، معاملة غير المسلم، معاملة المسلمين مع بعضهم البعض وأيضا مع غير المسلمين؟ نعم، بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، في الحقيقة موضوع الدين المعاملة موضوع في غاية الأهمية. نعم. وقد أولى الإسلام يعني أهمية خاصة جدا بموضوع التعامل مع الغير، ولو نظرنا إلى العبادات فنجد أن هناك عبادات فردية ذاتية وهناك عبادات يعني متعلقة بالغير. نعم. العبادات المتعلقة بالغير دائما بيكون يعني أجرها أكبر وأعظم، مثل على سبيل المثال بر الوالدين، فهذه هذا حق من الحقوق المتعلق بالعباد، ويعني دائما ما نجد بر الوالدين يأتي بعد عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نجد أن الصدقات الزكوات كل ما له يعني علاقة بالغير فبيكون الأجر عظيم جدا، حتى في على الجانب الآخر الجانب السيء الغيبة والنميمة وقتل النفس وقذف المحصنات بتجد أنها يعني من الذنوب الكبيرة والتي تؤثر بشكل كبير جدا في حياة الإنسان وفي الآخرة. الإسلام أولى اهتمام خاص جدا بموضوع المعاملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة طبعا تعتبر يعني جزء من الخلق عموما، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تحدثنا عن الخلق قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأني النبي صلى الله عليه وسلم استخدم يعني كلمة إنما تفيد الحصر والقصر، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم الأخلاق، وجزء من هذه الأخلاق هي المعاملات. فالمعاملات يعني هي التي تشكل شكل المجتمع، المجتمع في تعامله في تعامل الأفراد يعني بينهم وبين بعضهم هنا تشكل، إذا كانوا متحضنين في تعاملتهم، إذا كانوا رحماء في تعاملتهم، إذا كانوا يعني غاشين في تعاملتهم، كل هذه الأمور بتؤثر بشكل عام ليس فقط على الأفراد ولكن على المجتمع ككل. والدين الإسلامي لم يترك أي باب من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولم يترك أي باب من أبواب الشر إلا وحذرنا منه. فنجد أن كثير من الأبواب المتعلقة بالخير فيما يتعلق بالتعامل مع الغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبهنا إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن؟ قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وإذا اقتضى. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة لمن؟ لشخص يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس بأسلوب سمح. يعني نعطي مثالا أو ناتج من نواتج هذا التعامل السمح الخاص بهذا الحديث تحديدا. نعم. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أكبر دولة إسلامية بها عدد من المسلمين، أكبر دولة بها أكبر عدد من المسلمين في العالم، ما هي؟ إندونيسيا. إندونيسيا دولة ليست عربية ومع ذلك هي أكبر دولة، هي الدولة يعني الأولى على مستوى العالم التي بها عدد من المسلمين. لماذا؟ كيف دخل الإسلام إلى إندونيسيا وإلى جنوب شرق آسيا بشكل عام؟ هل دخل بالسيف كما يدعي الجهلاء الذين لا يقرؤون التاريخ ولا يقرؤون عن تاريخ الإسلام؟ ولكن دخل بهذا الحديث، تجار المسلمين
أو التجار المسلمون عندما دخلوا جنوب شرق آسيا إلى إندونيسيا وماليزيا وغيرها من البلدان دخلوا بسماحتهم في البيع والشراء، نعم. دخلوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنبع اعتنق كثير من المسلمين من غير المسلمين الإسلام بسبب تعامل التجار المسلمين، نعم. بأخلاق الإسلام. وهنا بعد عشرات بل مئات السنين نجد أن الأكبر دولة بها عدد مسلمين في العالم إندونيسيا دولة ليست عربية على الإطلاق، يعني لا تتحدث اللسان العربي كي يفهمون القرآن بداية. فانظر إلى التعامل كيف أولى الإسلام التعامل مع الغير، يعني أهمية عليا وقصوى بين أفراد المجتمع. على النقيض الآخر إبراهيم، يمكن قرأت مقولة لأحد التجار تاجر صيني بيقول برضو، شوف يعني مثلا إندونيسيا وكيف اعتنق الكثير من المسلمين دخلوا في الإسلام بسبب حسن المعاملة وحسن الخلق. على النقيض الآخر قرأت مقولة لأحد التجار كان تاجر صيني بيقول يعني تعجبت من بعض المسلمين يطلبون مني أن أزور بعض التجارة مثلا التجارة عندي بوضع ماركات عالمية وهي ليست ماركات عالمية، ثم حينما أقدم لهم الطعام يرفضون الأكل بدعوى أنه حرام، فهناك تناقض. عاوزين نقول للأسف هذا هو الواقع المرير الأليم الذي نحيه في هذا الزمان. عاوزين المعاملة، طيب وإحنا نتكلم عن المعاملة بنوجه حديثنا النهاردة أكتر للشباب في برنامج مع الشباب. عاوزين قبل ما نتكلم عن معاملة الشباب مع غيرهم نتكلم عن خصائص مرحلة الشباب وكيف أولى النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما خاصا بالشباب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم بالطبع، يعني المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى اهتماما كبيرا للشباب، لأن الشباب هم عماد الأمة وهم مستقبل الأمة وحاضر الأمة كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهم اهتماما كبيرا جدا جدا فيما يتعلق بكل الأمور، فيما يتعلق بكل الأمور. لكن بداية خليني أتحدث عن يعني خصائص الشباب. خصائص الشباب يعني يمكن خصائص متقدة جدا، يعني تجد الشاب يافع القوة في فترة الشباب، تجده يعني متقد القوة والحماسة، ولكن مع هذا تجد أن العلم يعني قليل، يعني مع القوة الزائدة والحماس الزائد والرغبة الزائدة تجد أن العلم قليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه الأشياء اهتمام كبير جدا، يعلم أن الشباب بهم قوة، بهم رغبة جامحة في كل أنواع الرغبات يعني بشكل مختلف، ولكن مع العلم أن العلم قليل، يعني لسه بداية الإنسان اللي هو شاب يعني خرج من فترة المراهقة وفترة الطفولة إلى فترة الشباب، فلسه الخبرات لم تكتمل، العلم مختلف العلوم وعلى رأسها العلم الشرعي لم يكتمل، فبتجد هناك نوع من أنواع التخبط مع الخيار الأول للشاب، بيكون القوة الحماس بيحب يحل الأمور بشكل عفوي شوية. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الشباب بهذا المنظور بهذا التقدير. يعني انظر على سبيل المثال، نجد أن الشاب الذي كانت عنده رغبة في الزنا على سبيل المثال، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم عقول الشباب وكيف يتعامل معهم. فدخل هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. تخيل يعني شخص داخل بيطلب كبيرة من الكبائر وبيطلبها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن لي في الزنا. فالصحابة قالوا مه يعني زي زمان ده، أنت بتقول إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بتطلب إيه ومن مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه أدنه، يعني قرب مني. شو استخدم معه الأسلوب العاطفي في البداية، الأسلوب العاطفي في الأول، وابتدى يخاطب، انظر إلى يخاطب العقل وكمان عارف ان الرغبه الجامعه. فكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم معاه قوه في التعامل، لكن امامه ممكن الشاب يرتدع، لكن بعد ما يخرج من امام النبي صلى الله عليه وسلم هيفعل ما يشاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني يخليه رقيب على نفسه، فقال له اذنه، شوف الرقه وحسن التعامل، فقال له اترضاه لامك؟ يعني الزنا اللي انت بتطلبه ده ترضاه لامك؟ فقال لا. فقال لا يا رسول الله جعلني الله فداءك. فقال اتحبه لابنتك؟ قال لا، جعلان الله فداءك، أتحبه لأختك لعمتك لخالتك. فهنا بعد ما الشاب يعني تخيل هذه الأشياء، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عقله، فالشاب في حديث مع نفسه تخيل يا هو الكلام اللي أنا عايز أعمله ده لو حصل في أختي أو أمي أو خالتي أنا مرضاش أبدا، ده فعل شنيع. فالشاب من نفسه النبي ما قالوش ده حرام، ده ما هو عارف الشاب أنه حرام، ومع ذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الزنا. القصة مش قضية ان انا اعرف انه حلال وحرام، القضية ان يكون عندي يعني سيطرة من داخلي اني انا افعل الحلال وابتعد عن الحرام. فهذه الكلمات القليلة من النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الشاب يتفكر، ده فعل شنيع، ده انا مقبلوش على اهل بيتي، ازاي انا اطلب الطلب ده من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث او هذا الموقف، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. الشاب يقول والله خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ما من شيء
أكرهه مثل الزنا. خلاص هو حصل من عنده نوع من أنواع التحكم أو السيطرة الداخلية على نفسه وكره هذا المعنى بسبب كلمات. شوف القوة لم تحارب بالقوة، القوة حربت لأن هذا فكر. القوة الغريزية حربت بالفكر. النبي صلى الله عليه وسلم غير له الفكر بتاعه وخلاه من نفسه أنا أكره هذا الأمر. هذا الأمر. بمناسبة هذا الحديث يمكن من أروع الأمثال الشعبية الذين يضرب بهم مثل في العفة وأيضا في حسن المعاملة حتى مع من أذوه، نبي الله يوسف يعني عليه وعلى جميع أنبياء الصلاة والسلام يضرب به المثل في العفة عن الوقوع في الفواحش وكمان في حسن المعاملة حتى مع إخوته. يشوف إخوته رغم أن أذوه ورموه في البيئة مع ذلك أحسن معاملته معهم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. عشان كده عايزين نستمع إلى آيات من سورة يوسف من أحسن القصص بصوت حبنا الغالي الشيخ عمار. تفضل الشيخ عمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل القرية التي كنا الله
أحسنت شيخ عمار، إيه الجمال ده، ربنا يبارك فيك ويحفظك ونعم الختام. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. دكتور إبراهيم، يمكن عاوزين نتكلم من أهم القضايا اللي بتخص التعامل، إحنا بنتكلم عن دين المعاملة، وأكد برضو تاني للمرة الأخيرة ونقول للمشاهدين والمسلمين في كل مكان، الدين المعاملة مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي عبارة معناها صحيح ولكن ليست بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عاوزين نقول من أهم القضايا اللي بتخص التعامل مع الشباب، وإحنا بنتكلم في برنامج مع الشباب، القدوة والتربية بالقدوة، كيف نطبقها ونتناولها في هذا اللقاء؟ وعاوزين ونوجه حديثنا أكتر للآباء والأمهات، التربية بالقدوة. بنشوف كتير من الآباء والأمهات أحياناً يحلوا لأنفسهم أمور يحرمونها على أبنائهم الشباب، مثلاً يقول لابنه ما تدخنش وعمال يدخن، ما تكذبش ولما يجي له ضيف يقول له بابا مش موجود، ما تصليش أو صلي وهو ما بيصليش، إلى آخره، يحلون لأنفسهم أمور يحرمونها على أبنائهم. عاوزين نقول لابد أن تربي يعني ولدك بالقدوة. ألا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ده التعليم؟ تصف الدواء الذي استقام ضدنا كيما يصح به وأنت سقيمه، ابدأ بنفسك فنهى عن غيره فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فأين نحن من هذه القضية في غاية الأهمية، قضية التعامل مع الشباب، التربية بالقدوة؟ نعم، في الحقيقة موضوع القدوة من الموضوعات التي لا يستطيع الإنسان في حياته أن يستغني عنها. مثل القدوة هي بالضبط مثل الدين. الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بدون دين. إن لم يجد الدين الصحيح وهو الإسلام من الله سبحانه وتعالى، فإنه يعتنق أي ديانة أخرى أو أي شيء آخر. بنجد أن في هناك أمم سابقة لم يهتدوا إلى الدين الصحيح فعبدوا، منهم من عبد البقر، ومنهم من عبد الأحجار، ومنهم من عبد النار، ومنهم من عبد أي شيء. فالإنسان بفطرته يبحث عن دين، فإن لم يجد دينا صحيحا اعتنق أي دين، حتى حجر. حجر الذي لا يسمع ولا يبصر ولا أي شيء بيعبده الإنسان. ليه؟ لأنه في الغريزة الفطرية بتاعته أنه هو محتاج إلى يعني شيء أو هيئة أو شخص يتحكم فيه أو يلجأ إليه، الإنسان بطبيعته ضعيف، فمحتاج إلى رب البرية، إلى رب السماوات والأرض. فإن لم يهتدي إليه بوحي من الله سبحانه وتعالى فإنه يحيد عن الطريق ويطلب العون من الأحجار أو الأبقار أو يعني عموم مخلوقات. القدوة بالضبط زي الدين بالضبط. يعني الإنسان إن لم يجد قدوة حسنة فإنه حتما سيتخذ قدوة سيئة. لا يظن الأب أو الأم أو أولياء الأمور بشكل عام، المربين، الأساتذة وما إلى ذلك، لا يظن أنه لو هو غاب عن دوره كونه قدوة أن الشخص أو الذي يتربى يعني ابنه أو تلميذه سوف يعني يتربى هكذا ولن يأخذ قدوة. لا، بالعكس، التلميذ أو الابن أو الشخص اللي هو في مرحلة التربية إن لم يجد قدوة حسنة خلاص أنا أشوف لي قدوة، أي قدوة أخذها، أشوف يعني فنان، أشوف لاعب كرة، أشوف أي شيء، دكتور. هذا ما يحدث، كل هذا ما يحدث في واقعنا المعاصر، إني حصل غياب بشكل كبير جدا للقدوة الحسنة، فابتدت الشباب تأخذ قدوة كل على شاكلته. فحصل عندنا تدني. أصلي القدوة عاملة زي الكتالوج، قدوة زي الطريق مرسوم، الإنسان بيرى نفسه في ذلك الشخص، فعلى حسب ما الإنسان بيحب بيتبع. أنا والله بحب عالم جليل، بحب أبي، بحب أمي، بحب والله شخص يعني تافه،
انا هتقلد بيه وهكون جزء من شخصيتي او جزء كبير جدا من تصرفاتي حتى او في كلامي بيقلد هذا الشخص. لكن الله سبحانه وتعالى وضح لنا هذا في القرآن، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقدوة العظمى لنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان بعدي؟ نعم. بعدي الصحابة كذلك. نعم الصحابة طبعا ثم بعد ذلك التابعين، ثم بعد ذلك القدوة المعاصرة لنا وأولهم الآباء والأمهات. صحيح. الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو عاوزين نقول وإحنا بنتكلم عن التعامل مع الشباب وخاصة خصائص الشباب، كيف كان شباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ شباب النبي صلى الله عليه وسلم كان من أروع الفترات التي يمكن الإنسان أن يقرأ عنها ويستمتع بها. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عاش يعني طفولة صعبة جدا، طفولة فيها يتم كبير جدا، حتى أنه ولد وكان ولد يتيما، يتيم الأب. ثم بعد 6 سنوات فقد أمه بعد ذلك. فنجد أن فترة الطفولة كانت صعبة جدا، ثم تأتي بعد ذلك فترة الشباب وعاش تقريبا عاشها كلها مع عمي أبي طالب اللي كان بيحبه حبا شديدا جدا. وعمه أبو طالب طبعا كان رجلا تاجرا، وما كانش تاجر محلي يعني، كان تاجر بيروح خارج مكة وبيسافر الشام وما إلى ذلك. وكان بيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه في سن مثلا على سبيل المثال في سن 12 كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج خارج مكة بيتاجر وما إلى ذلك، وكان بيرعى الغنم وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فترة الشباب نجد أن كانت عنده قوة يعني ترجمها إلى أفعال. كان يعني مش قاعد فاضي زي ما نقول أنه خلاص يعني أنا رجل يعني ما فيش أب والأم مسيطرين عليا، لا يعني في عمي بيرعى وأنا كمان من داخلي عندي واجبات لازم أقوم بيها، أنا ما ينفعش أن أنا أعيش كده. فبنجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالجد والاجتهاد، كان بيصل إلى أعلى المراتب في الذكاء وإلى وفي حسن الخلق وفي التجارة. كل مهنة احترفها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ فيها المرتبة العليا. نجد أنه في التجارة وصل إلى مراتب عليا، حتى أن مكة كلها كانت تتحدث عنه، وحتى أنه لقب بالصادق الأمين، لدرجة أنه عندما وصل الخبر إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وكانت يعني من التجار يعني المعروفين في مكة، وكان يعني تستأجر بعض الناس لكي يتاجروا لها لأنها امرأة لا تستطيع التعامل بشكل كبير مع الرجال أو السفر خارج مكة، فكانت تستأجر بعض الناس لكي يتاجروا لها. وعندما علمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يصبح نبيا، علمت عنه الصدق والأمانة وحسن فن التجارة، فأخبرته أنها تريد أنه يتاجر لها. فبعدما تاجر لها في رحلات عدة وخصوصا في الشام، وكان معه ميسرة اللي هو زي نقول كده الوكيل أو السكرتير بتاع السيدة خديجة، فميسرة رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كبيرة جدا عظيمة. رأى أنه ماهر جدا في التعامل في التجارة، بيعرف يتعامل مع التجار بشكل كويس، حسن معاملة، حسن الخلق. التجارة ما ممكن تلاقي واحد كفء في التجارة أو كفء في العمل لكنه خائن مش أمين. صحيح. ممكن تلاقي واحد أمين جدا لكنه لا يحسن العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزج بالاثنين، يعني يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الكفء الأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزج بين هاتين، لدرجة أني في الرحلات اللي أجراها للسيدة خديجة كان بيصل بالأرباح إلى أضعاف مضاعفة مما كانت تأخذ من التجار السابقين. فنجد أني يعني في العموم كان يعني شباب النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالعمل، مليء بالاجتهاد، مليء بالقدوة، حتى أنه لقب في شبابه بالصادق الأمين. صلوات رب وسلم عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاجة مرة أخرى دكتور إبراهيم، ونختم حاجة إن شاء الله اللقاء بمقطع كده باللغة الإنجليزية بمشيئة الله تبارك وتعالى. وما شاء الله دكتور إبراهيم ما شاء الله متألق ومميز في اللغتين العربية والإنجليزية، بعد نسمع مقطع مرتل من حبنا الغالي الشيخ عمار علي. اتفضل يا شيخ عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا أنت وتألقت شيخ عمار. أحسنت تألقت، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. دكتور إبراهيم، نختم اللقاء بمقطع باللغة الإنجليزية، هيكون عن حس معاملة أم عن موضوع آخر إن شاء الله؟ ممكن نتكلم عن موضوع القدوة لأنه موضوع محوري في يعني مرحلة الشباب يعني. فممكن نبدأ أو نخصص هذا المقطع عن القدوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. As we are talking about the role model, each and every person in this life needs a role model for him to guide him to the right path, especially when we are talking about youth or the young people. Actually, nowadays, youth or young people, most of them or so many of them, lack the role model to follow. Allah subhanahu wa ta'ala clarified this meaning in the Quran by saying, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed, in the Messenger of Allah, you have an excellent example. For whom? For the one who has hopes in Allah, the last day, and remember Allah much. So our ultimate role model is the Prophet Muhammad, peace be upon him. Allah the Almighty sent us the Prophet Muhammad, peace be upon him, to follow him. As Allah said in so many positions in the Quran, Allah says, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ, and obey Allah and obey the Messenger. And obeying the Prophet, peace be upon him, or imitating or copying the Prophet, peace be upon him, is not only in the matters of the religious matters, but in all his affairs. Because the Prophet, peace be upon him, has been sent by Allah the Almighty to guide us and to be followed, not by just giving the religion and that's it. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Whatever the Prophet of Allah gives you, take it. And whatever forbids you to do it, abstain from it. Stay away from it. In all our affairs, if you would like to follow the Prophet, peace be upon him, if you would like to be the best follower of the Prophet, peace be upon him, follow the revelation from Allah the Almighty. As Allah subhanahu wa ta'ala says, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. So for those who believe in him, believe in the Prophet, peace be upon him, and honored him, and helped him, and supported him. So what are the consequences of this? Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, and they follow the light, the revelation from Allah, which Allah has sent to the Prophet, peace be upon him. What are the consequences? Allah subhanahu wa ta'ala says, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Those are the successful. So if we follow the Prophet, peace be upon him, now we will be truly successful, not only in this life, but moreover in the hereafter. Excellent. Perfect, Dr. Ibrahim. ربنا فيك. الترجمة دكتور إبراهيم على وجه السرعة. الترجمة يعني بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة المثلى لنا, والله سبحانه وتعالى أرسله لنا ليس فقط ليبلغ لنا الدين فحسب عن طريق الكلمات أو الأفعال, ولكن لكي نتخذه قدوة. والقدوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا ليس فقط في الأمور الدينية فقط, ولكن في كل الأمور, سواء كانت أمور اجتماعية, أمور اقتصادية, في كل الأمور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالنبي هو خير مثال أو خير أسوة لنا إذا أردنا أن نقتدي. صلوات ربي وسلام عليه. ذهبنا الوقت وانتهى بسرعة, ولأملك في نهاية اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين. أشكر بداية أخي الحبيب الغالي الدكتور إبراهيم عاشور, شرفتنا دكتور إبراهيم, ربنا يبارك فيه ويحفظك وينفع بكم بلاد والعباد وأينما حللت حيثما ارتحلت. وأيضا أشكر أخي الحبيب الغالي الذي أمتعنا بصوته العذب الندي الشجيل الجميل في تلاوة القرآن الكريم, أخي الحبيب الشيخ عمار علاء, شرفتنا يا شيخ عمار, ربنا يرضى عنك وينفع بكم. وأشكركم موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية, وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام, دمتم في أمان ورعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.